للطيارة شف الدنيا حلوة أكثر. لما نزلت على أرض مصر عرفت لي الدنيا حلوة. شرف الله أم الدنيا. كذاب يلي بيقول ما بحب استلم جايزة. كذاب يلي بيقول ما بيهم التقدير. كذاب يلي بيقول استبعد فكرة إنه استمتع لما أحمل أورد. أنا لليوم بكل صدقتي الكذابة لحد ما أخذ هالجائزة بدي أعطيها وأهديها للبنان وكل الإعلاميين. أنا بدي أفضل إعلامي لبنان. في كثير إعلاميين بلبنان يستاهلوا هذه الجائزة. بدي أشكر أقطاب الإعلام في لبنان ومصر يلي أصابوني بعدوى شغفهم للمهنة. بدي أهديها لكل اللي اشتغلنا سوا على مدى سنوات ببرامج كل القنوات اللي اشتغلت فيها من يو تي في لام بي سي لال بي سي لام تي في للحياه المصريه. وبدي اقول انه في وقت كثير للتميز بعدنا باول السنه. ولو سمحتوا بما انه عم نتذكر كل اللي راحوا بدي دقيقه تصفيق لسيدي نفرة الفرح في مصر لبنان والعالم العربي لذكرى الصبوحة. شكرا جزيلا. تحية لبنان بدع صباح. عرفنا مين اللي معطلنا من شان